حياكم الله في مصنع ومزارع بن سلمان للورد الطائفي. ما شاء الله تبارك الله، هذه مزرعة الورد. طبعا الريحة تفوح، ما شاء الله ريحة عطرية رائعة. يقطف الورد ما شاء الله. خبرة أبو حسن، ما شاء الله تبارك الله، ما شاء الله. يا سلام، هو أب 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 مزرعة ومصنع بن سلمان للورد الطائفي. هذا حبيبنا أبو راشد يساعد في قطف الورد. صباح الخير دروب محبي السفر والسياحة. يا مرحبا، صباحكم ورد طائفي. يا جماعة الخير لو تشمون الرائحة اللي احنا جالسين احنا نتمشى فيها. صباح الخير يا أبو راشد، ما شاء الله تبارك الله، ما شاء الله ما شاء الله. طبعا الفارسي الرحال على اليوتيوب ما شاء الله تبارك الله، قناة قوية جدا. هلا يا هلا يا هلا يا الله أبو راشد، يا الله أبو راشد، يا سلام لقناة الفارسي الرحال. سلمت 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 متابعين القناة. يا مرحبا يا مرحبا. قناة على اليوتيوب. الله الله، وش تنتظر أجمل من كذا؟ استقبال بالورد الطائفي في مصنع ومزارع بن سلمان للورد الطائفي في الطائف. الله يكثر خيرهم ويعطيهم العافية على هالاستقبال الرائع. مارس وابريل، بعدين ان كان ابريل مزرعه خضراء ما فيها ولا ورد. ترى نتكلم عن المرحله الاولى من المزرعه، بعد كذا المزارعين يوردون لنا ورودهم، نبدا عمليه العد 2000 كل سنه وعلى ضوها نمشي الى ما ننتهي. بعضهم وصلنا ل 300,000 ورده واحدة من المزارع. بعد ما نشحن القدر تماما مضبوط لك بسرعه تجي عمليات. انا اشوف ايش ابغى من الماركت، السوق ايش ابغى منه، ابغى دهن اكثر او مويه اكثر. اذا ابغى دهن اكثر ارد الجوري حقت امس اردها في القدر، كاني طبخت 40 جور حق امس وحق اليوم، هذا يعطيني كميه اكبر من الدهن. بعدين توجه ونص اكسب امن فيها تركيز اكثر وعالي لكسب الدهن. المويه حقت الورد القاروره الاولى اللي تطلع تاخذ من 6 إلى 7 ساعات عشان تطلع نسميها ورد العروس. حنتكلم بالطريقه العاديه في مويه الورد اللي هي عمليه نفترض انها حطيت مويه عاديه على 20,000 من 10 من 7 الى 6 ساعات تجي عمليه الطبخ. الورد القاروره عشرة أكياس، هذه تعطيني 3 أكياس من 6000 تعطيني 18. هذه أقدم ورشة هنا في الهدى
كنا ناخذ الورد من هنا كان المحمل حقنا في الطائف، نشيل الورد من هنا الله يكرمكم على الحيوان الحمير والبغال وننزلها للطائف، على بال توصل الطائف كذا الورده انتهت روح نص الدور. فقرر ابو جدي اللي هو قبل 120 140 سنه تقريبا ما في تحديد الورد ان ابن الورشه هنا هذا يستقبل الورد من قريب. هذا المصنع القديم لإنتاج الورد. طبعا المراحل لإعداد الورد، يوضع الوردة في هذه القدور ثم يوضع عليه الماء. تولع نار قوية، يغطى القدور بهذه الأغطية ثم توصل بهذه الفتحات وتتبخر عبر الليات ويضع في هذه الخزانات ماء بارد من أجل أن يخرج التقطير إلى هنا. هذه المرحلة الأخيرة، التقطير من هذا المكان. الله يحيي كل الجميع، كلهم باسمه، حياكم الله أنتم وضيوفكم وحبايبكم، والمكان مكانكم في أي وقت، والله يحييكم. ما شاء الله تبارك الله، ما شاء الله. واحد مع الترفرم واحد كلهم. طبعا عندك 200 لا أقول الله يكتب أجركم. شكرا 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 لكم مصنع الكمال للورد الطائفي. شكرا لمصنع الكمال للورد الطائفي. شرف لنا ونقول الله يحييك ويحيي جميع متابعينك. المصنع مفتوح والمكان مفتوح والقلوب مفتوحة للجميع، فأي أحد يجينا من طرفك ترى احنا نتشرف فيه، وبهذه المناسبة لكل من يتابعك فله 15% من رشد. بيض الله.